قنع والله. الحمد لله على السلامة يا فندم. الله يسلمك يا شبراوي. وصلنا من غير خساير اهو. المهم نمشي من غير خساير. إن شاء الله. يا رجالة هنستنى مجموعة رفع ونتحرك كلنا مع بعض على البرس. خالد دبابة جه اهو. ده دفعتك يا سباع. يا فندم. اسمه خالد مغربة. دبابة ده اسم الشهرة. طلع عليه الاسم ده يا فندم من ساعة ما فانا حياته في الجيم. زي ما سيادتك هتشوف. فانا حياته في الجيم ايه ده؟ بياكل الجيم. بس ظابط رجولة وقلبها بتبدل يا فندم. الأيام ما كنا في الكلية. باين عليه. الحمد لله على السلامة. الحمد لله على السلامة يا قائد. ازيك يا خالد؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. انت في يا عم؟ الناس من الصبح عمالين يشتموا فيك، عملت لهم ايه؟ فندم منهم لله بقى، انا ما اقدرش افتح بوقي. مع سيادتك. ما كانش في داعي تقول له يا فندم. يا عم انا بهرج، الرجاله بتقول فيك شعر من الصبح، حتى المقدم خالد كمان بيشكر فيك. العفو يا فندم، ده انا الساعه كلها بتحسدني عشان اشتغل مع سيادتك. يا عم مفيش الكلام ده، انت هنا اقدم مننا، يعني احنا كلنا هنمشي وراك. بقول لك يا خالد، تفتكر التكفيرين ممكن يهجموا علينا هنا؟ احنا رمضان وده موسم بالنسبه لهم، يعني زي المسلسلات والكنافه والقطايف عندنا كده. كنافه وقطايف يخرب بيت الجنان، ليهم حق يتكلموا عليك كده والله. طب يلا يا رجاله، يلا يا رجاله اتحركوا، يلا توكلنا على الله. بسم الله. يلا يا حراس اتحرك. يلا